برغم استمرار القصف المتبادل من قبل كل من إسرائيل وحزب الله بالجنوب اللبناني، إلا أن سياسة الاغتيالات ما تزال تنتهجها إسرائيل بالتزامن مع استمرار القصف. كيف يفسر؟ هي ماذا تحقق بهذه الاغتيالات؟ مساء الخير. إسرائيل تعتمد هذه السياسة، سياسة الاغتيالات. بداية هذا نوع يعني اعتمدته إسرائيل في إطار حربها ضد حزب الله، وفي إطار ما تقوم به يعني ضمن ما يعرف حتى اليوم الخطوط الحمراء بين إسرائيل وحزب الله. هذه السياسة اعتمدت أيضا بداية للحد من قدرات حزب الله العسكرية، ومن أيضا الحد من قدرات مسؤولي حزب الله. يعني بدنا نعرف اليوم بأن إسرائيل اغتالت عدد كبير حتى الساعة من شخصيات حزبية وشخصيات عسكرية منتمية إلى حزب الله، شاركت فعلا في الشق العسكري الهام الذي يوليه الحزب أهمية كبيرة، والذي أبدى فعاليته في هذه الحرب التي يعني بدأت منذ 7 أكتوبر، وقد يعني مكن حزب الله من الوصول إلى الداخل الإسرائيلي إلى العمق الإسرائيلي. هذا بداية للقول بأنها تستهدف هذه الشخصيات للحد من قدرات الحزب العسكرية عبر اغتيال هذه الشخصيات، كما تعتمد أيضا هذا الأسلوب مع عدد من الشخصيات التابعة لحركة حماس داخل القطاع وخارج القطاع، وأيضا من الجهاد الإسلامي، وأيضا اليوم باغتيال شخصية في منطقة الخيارة في البقاع الغربي، هذه الشخصية التابعة للجماعة الإسلامية. وأيضا هناك نقطة أخرى في موضوع الاغتيالات. إسرائيل اليوم تريد القول لحزب الله بأنه نحن نرصد الحزب والمسؤولين العسكريين بدقة، ويعني للحديث بدقة أيضا عن هذا الموضوع، فعلا إسرائيل عن طريق استخدام التكنولوجيا وعن طريق استخدام الجي بي اس وعن طريق استخدام يعني الهواتف الذكية وكل ذلك تستطيع أن ترصد هذه الشخصيات وتختلها بدقة وبصواريخ موجهة، على الرغم من أنه في بعض الأحيان لا تصيب وفي أحيان أخرى تستهدف المدنيين تحت حجة اغتيال هذه الشخصيات. نوع من السياسة تعتمدها إسرائيل تجاه حزب الله أيضا في ما يتعلق بهذه السياسة، لتقول أيضا بأنه نحن قادرين على الوصول هذه الرسالة إلى الداخل، قادرين على اغتيال هذه الشخصيات، وبالتالي كما هو الحديث عن اغتيال هذه الشخصيات للقضاء على حماس، سيتم أيضا بهذه السياسة القضاء تدريجيا على حزب الله والحد من قدراته نهائيا والحد من تهديده لإسرائيل ولشمال الإسرائيل. هنا كأنه أفهم منك أن حزب الله وقدراته هي مرتبطة بأشخاص بعينهم، يعني وليس ونحن لا نتحدث عن تنظيم بحد ذاته. لا، ليس مرتبط بأشخاص. يعني في الحروب السابقة التي شنتها إسرائيل استهدفت يعني عدد كبير. الحرب الأخيرة كانت عام 2006، كل ما قامت به إسرائيل خلال هذه الحرب، يعني ضاحية بيروت الجنوبية كانت فعليا مدمرة بشكل كامل. أيضا كان هناك استهداف كبير لشخصيات من حزب الله ولعناصر من حزب الله. هنا أود التذكير أيضا يعني عند اغتيال الأمين العام السابق عباس الموسوي لحزب الله، كان حزب الله أضعف بكثير من ما هو عليه اليوم، بحسب أيضا التقديرات العالمية والتقارير من مؤسسات عالمية بأنه هو المجموعة الأكثر تسلحا، غير الحكومية الأكثر تسلحا في العالم بعد اغتيال عباس الموسوي. جاء حسن نصر الله على رأس هذا الحزب، وبالتالي اليوم هو منظمة، ولكن اغتيال الشخصيات هذا ما تقوله إسرائيل وليس يعني رأي شخصي. هذه منظومة، هناك دائما شخصيات بديلة وهناك دائما مسؤولين ونواب مسؤولين، وبالتالي أي مهمة يمكن أن يتعرض لها أو أي اعتداء يمكن أن يتعرض له أي مسؤول، هناك دائما البديل. وهناك أيضا نقطة أخرى أود الإشارة إليها، هذا التنظيم، تنظيم حزب الله هو تنظيم سري جدا على الرغم من كل ما كشف من خلال يعني هذه التكنولوجيا، ولكن أيضا ما يكشف اليوم عن هذه الشخصيات، هناك شخصيات أخرى غير معلنة وغير معروفة، وبالتالي يمكن أن تظهر لتكون البديل وللاستمرار في هذه المنظومة العسكرية، وأيضا لتطوير
القدرات العسكرية لحزب الله. طيب، منذ بدأ هذا التصعيد ما بين الجنوب يعني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية حتى الآن، وكل الأطراف تصرح بعدم رغبتها بالانزلاق نحو الانزلاق وتوسيع رقعة هذه الحرب والانزلاق إلى حرب شاملة، سواء بالنسبة للجانب اللبناني الإسرائيلي من ناحية أخرى، وأيضا المجتمع الدولي وأبرز حلفاء إسرائيل حتى الآن. برأيك هذه الجهود الدولية والموقف الدولي حتى الآن ماذا حقق من نتائج للجم الوضع؟ للأسف لم يحقق شيء. فيما يتعلق بلجم الوضع، إلى حد الساعة الوضع مسيطر عليه أو ملجوم إن صح التعبير بين لبنان وإسرائيل، رغم التصعيد الذي يحصل ورغم يعني وتيرة الاغتيالات التي ترتفع ورغم يعني كل الرسائل التي توجه من قبل الجانبين، ولكن حتى الساعة الوضع مسيطر عليه. ولكن هل يمكن استمرار السيطرة على هذا الوضع في جنوب لبنان؟ حتى الساعة هذه المساعي الدولية لم تؤتي ثمارها، ولكن أيضا يمكن القول، لا يمكن القول بأن الحرب أو التهديدات الإسرائيلية، التهديد والوعيد من قبل تل أبيب بأنها ستوسع الحرب بعد الانتهاء من غزة أو خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا يدخل في إطار يعني إن صح التعبير الضغط على حزب الله. ولكن المساعي الدولية اليوم غير قادرة على استمرار في ضبط هذا الوضع. يمكن أي رصاصة أن تطلق على الحدود الجنوبية للبنان أو ما يسمى بالحدود الشمالية لإسرائيل أن يعني أن تذهب الأمور إلى تصعيد كبير في المنطقة. ولكن القول اليوم حقيقة بأن هذه المنطقة اليوم ما زالت حتى الساعة مضبوطة، ولكن المساعي الدولية، مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لا يثق فيها الجانب اللبناني وتحديدا حزب الله. نعم. المساعي الفرنسية الأخيرة رفضتها إسرائيل، وأيضا هناك مساعي أخرى، زيارة هوكستين الأخيرة إلى لبنان، كل ما تقدم به لم يحقق النتائج حتى الساعة. وبالتالي القول اليوم بأن المجتمع الدولي قادر على ذلك، لا. لبنان تحديدا أتحدث عن حزب الله، وهو اليوم الذي يتولى الجبهة في الجنوب، يضع شرط أساسي وهو وقف الحرب في قطاع غزة. هذا مطلب حماس، ولكن هذا المطلب غير مرحب به ولا توافق عليه إسرائيل، وبالتالي لا يمكن الذهاب إلى الحديث عن وقف إطلاق النار في هذه المنطقة. المساعي الدولية، يعني للأسف أود أن أشير إلى نقطة أساسية، المساعي الدولية معظمها إن كان فيما يتعلق بالمساعي الفرنسية أو إن كان ما يتعلق بالمساعي الأمريكية، هنا أتحدث عن الأطراف الغربية، هي دائما إلى الجانب الإسرائيلي. وأيضا هناك مطالب فيما يتعلق بالمساعي الدولية بانسحاب حزب الله إلى مساحة 7 أو 10 كيلومترات من الحدود وسحب بقوة الرضوان، وهناك شروط أخرى. هنا حزب الله غير متواجد عسكريا بشكل علني في الجنوب، هذا المطلب سيبحث به حزب الله. هناك طلب لتعزيز دور اليونيفيل، وليس فقط تعزيز دور اليونيفيل، هناك إطلاق سراح القوات الدولية في لبنان، وهذه النقطة يعترض عليها حزب الله، وهناك نقاط أخرى.